تأسس وافتتح في عام 2018، تأسس في الموسم الأول في عام 70، ولكن أعيد تجديدا لمرة واحدة في موسم 91-92، ولكن افتتح بهذا الشكل وبهذه أيضا يعني الملعب الجميل، ملعب النجف في عام 2018. هنا المتابعة والقيادة لحكم والأحداث الكبيرة. تقدم نادي النجف بهدف لعلي قاسم في الدقيقة 21، ثم مروان حسين وضع نادي الطلبة في المقدمة بهدفين خلال دقيقتين، ولكن استطاع نادي النجف من معادلة النتيجة لأحمد جامن يعمل في مجال التدريب، وكانت البداية كمدرب منذ عام 89، ولكنه يدرب نادي النجف. هنا محاولة باتجاه المرمى، باتجاه المرمى من علي قاسم. علي قاسم كاد أن يعادل، كاد أن يضع الهدف التعادل. لاحظ الإعادة وبالعرض البطيء، لاحظ الكرة التي يعني تجد تصدي لمهند قاسم. ودرب لأربع أعوام للطلبة وحقق البطولة الدوري مع الطلبة، درب نادي الزوراء وأربيل، وعندك من الأندية الكبيرة والأندية العديدة. لثأر أحمد مع القوة الجوية ولنفط الوسط. هنا محاولة، هنا المتابعة، هنا المحاولات القادمة في الطرف الأيسر الآن باتت، ولكن في صافرة ورايه وتسلل من المسارة. المحاولة قائمة باتجاه المرمى، هنا التسديدة، المتابعة، هنا المحاولة، لازالت المحاولة قائمة عرضية.